أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة بعد مضي 35 يوما على إطلاق عملية طوفان الأقصى، حيث يركز الاحتلال في عدوانه على استهداف المستشفيات التي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن قرب خروجها من الخدمة وسط حركة نزوح كبيرة من المدنيين إليها وإلى مناطق بجنوب غزة. في هذه التغطية أرحب بضيوفي عبر سكايب من إسطنبول الخبير والباحث العسكري العقيد أحمد حمادة. مرحبا بك سيادة العقيد. حياك الله أهلا. أرحب من بيروت أيضا عبر سكايب بالسيد طارق شندب المحامي في القانون الدولي والإنساني. أستاذ طارق مرحبا بك. تحياتي أهلا وسهلا بكم. ومن بيروت أيضا عبر سكايب رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية الأستاذ هشام يعقوب. مرحبا بك سيد هشام. مرحبا بكم. إذن مشاهدينا الكرام قبل أن نبدأ بهذه التغطية هذا فاصل قصير. سيادة العقيد أحمد حمادة، لماذا هذا التركيز على المربع المستشفيات؟ لماذا تقصف المستشفيات أمام أنظار العالم على هذا النحو؟ السلام عليكم، تحياتي لك ولمشاهديك ولضيوفك الكرام. طبعا العدو الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية لم تكن يوما من الأيام تقاتل بحرب نظيفة. الحرب النظيفة هي التي تستهدف القوات فقط، قوات مقابل قوات، ولكن رأينا منذ اليوم الأول بأن إسرائيل تستهدف المدنيين، ولم تكن لها أهداف في غزة إلا قتل المدنيين، وخاصة ما رأيناه باستخدام القنابل التي تزن طن من القنابل التي هي مخصصة للأبنية وغيرها في جباليا، حيث ارتكبت مجازر عدة. أما بالنسبة لمشفى المعمدان ومشفى الشفاء والقدس والرنتيسي وباقي المشافي والعودة، فتم استهدافهم فقط من أجل الضغط على الحاضنة الشعبية التي تلتف حول القسام وحول الفصائل المقاتلة لإجبارها على الخروج من هذه المنطقة باتجاه الجنوب، لأن غاية إسرائيل السياسية هي تهجير سكان غزة وتريد أن تصنع نكبة أخرى أو استمرار للنكبة التي حدثت في 48. لذلك رأينا منع الوقود، منع الطعام، منع الدواء، منع الماء. هل الماء يوما من الأيام كانت أداة قتال أو الحليب للأطفال أو المعونات الإنسانية والخبز وغيرها؟ لذلك إسرائيل تحاول أن تضغط بشكل كبير على كل الشعب الفلسطيني وأن تكون فوق القانون. يعني أين معاهدات جنيف 49 التي يتم تصوير، وهذا الدكتور طارق يعني يعرف ذلك بشكل كبير وربما يشرح بشكل أكثر. قوانين الحرب غير موجودة في العلم الإسرائيلي، هي تقتل الناس، تقتل المدنيين. حتى الآن بحدود 11,000 شهيد، نصفهم من الأطفال. اليوم هناك على الشاشات أحد الشبان قتل واستشهد لعدم وجود الكهرباء في أحد المشافي. لذلك هذه جريمة ليست بحق إسرائيل، يعني إسرائيل ترتكبها، بل المجتمع الدولي والقانون الدولي والأمم المتحدة والدول العربية وكل من يستطيع أن يقدم مساعدة ويساهم في إنقاذ الشعب الفلسطيني من براثن هذا العدو فهو شريك في هذه العملية. وكأن الكيان الصهيوني مستثنى من القانون الدولي ومستثنى من أي شيء يتعلق بمتطلبات أو لوازم يطبقها المجتمع الدولي، وعلينا وعلى المجتمع أن يتفرج على هذه الجرائم والتي ترتكب في وضح النهار. مشاهدينا الكرام قبل أن نواصل هذه التغطية هذا فاصل الأذان، سنعود بعد قليل، كونوا معنا.
عدنا معكم مشاهدينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم هذه التغطية عن العدوان، عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة والمستمر إلى اللحظة واستهداف المستشفيات ليلا نهارا. أستاذ طارق شندب من بيروت ضيفي عبر سكايب، المحامي في القانون الدولي والإنساني، يا ترى استهداف الكيان الصهيوني المستشفيات هو يبرر ذلك بوجود مقرات لحماس داخل مستشفى الشفاء، لذلك هو يتعمد استهداف مربع المستشفيات في وضح النهار ليلا نهارا، يقتل المدنيين، يقتل المرضى، يقتل الجرحى، يقتل النساء الأطفال، لا يهمه أحدا، ويضرب المجتمع الدولي كله والقانون الدولي كله عرض الحائط. تفضل. أولا يعني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ 33 يوما بصورة متواصلة، ترتكب فيها القوات الإسرائيلية جرائم حرب، جرائم إبادة، جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. كل العالم يرى عبر الشاشات والمحطات التلفزيونية أن الطيران الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية تقصف المساجد، الكنائس، دور العبادة، المستشفيات، المستوصفات، سيارات الإسعاف، ناهيك عن الحصار البري والبحري والجوي، ناهيك عن قطع الماء والكهرباء والإنترنت، ناهيك عن قطع الوقود عن المستشفيات، قصف المخابز و يعني محلات بيع الطعام، كل ذلك هي تدخل ضمن فئة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. العالم يتفرج منذ 33 يوما، ناهيك عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 سنة، ولكن لا نستطيع اليوم أن نتحدث عن فقط استهداف المستشفيات والمخابز والكنائس والمساجد. أصبح استهداف لكل شبر في غزة، لكل مكان في غزة، لا يوجد أي مكان آمن في غزة حسب ما تنقله وسائل الإعلام التي يراها العالم كله. وبالتالي لا يوجد الآن ما يسمى القانون الدولي، ولا منظومة الأمم المتحدة، ولا منظومة مجلس الأمن، ولا الجمعية العامة، ولا الجامعة العربية. أمام دماء أطفال غزة سقطت هذه الكذبة الكبيرة التي كانوا يسمونها القانون الدولي، والذي كانوا يستعملونه فقط الدول الكبرى لمصالحها، حتى أن الدول الأوروبية سقطت في فخ الدعاية الإسرائيلية وراحت وما زالت تبرر جرائم الكيان الصهيوني بحجج واهية. وبالتالي كل العالم يرى المجازر التي ترتكب. للأسف نحن اكتشفنا، والعالم كله اكتشف، ما القانون الدولي إلا كذبة يكذبون بها على الناس، وما يجري في غزة وما يجري من جرائم، من قتل وترويع وقتل وفرم للأطفال وتحطيم وتهديم وإبادة شاملة بشرية لهذا القطاع، يدل على أن القانون الدولي هو كذبة. ابقى معي أستاذ طارق شندب، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ هشام يعقوب، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية، ماذا تملك الآن حماس سياسيا لفعله في محاولة الكيان الصهيوني المستمرة ومنذ 35 يوما متواصلة فصل القطاع الجنوبي عن الشمالي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيفين العزيزين ولكل المشاهدين، والتحية لأهلنا في فلسطين، لكل المقاومين. اليوم المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس في جعبها الكثير من الطروحات السياسية. بالأساس عملية طوفان الأقصى هي عملية سياسية، لكنها لبست الثوب العسكري، عملية سياسية، لأن المقاومة الفلسطينية أرادت أن تقول من وراء هذه العملية وأن ترسل رسالة سياسية لكل العالم أنه ليس بوسع أحد أن يفكر بتصفية القضية الفلسطينية. فلنتذكر أن طوفان الأقصى هو عمليا جاء كردة فعل من الفلسطينيين، من المقاومة الفلسطينية، على مشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي كانت تطرح في الآونة الأخيرة تحت عنوان السلام الاقتصادي، بمعنى نسف الحقوق السياسية للفلسطينيين، نسب حق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة فلسطينية وحق العودة وكل الحقوق السياسية الأخرى، وتحويل القضية إلى مسألة تحسين الشروط أو تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين
تحت الاحتلال الإسرائيلي. صفقة القرن لم تنتهي بالمناسبة، ومشروع التطبيع كذلك الأمر. نحن كنا أمام مشروع دولي إقليمي إسرائيلي، وبالتواطؤ كذلك الأمر مع بعض الأطراف الفلسطينية مع الأسف لتصفية القضية الفلسطينية، تصفية قضية اللاجئين من خلال إنهاء الأونروا، تصفية قضية الضفة الغربية من خلال تفكيكها وتجزئتها، والفلسطينيون في 48 كذلك الأمر منذ عام 2021 إلى الآن تم التعامل معهم بطريقة همجية عنصرية أدت إلى أسر أو إلى اعتقال واستشهاد أكثر من 1200 من الفلسطينيين في 48 تحديدا بعد سيف القدس. مشروع التهجير الذي طرح أيضا في الآونة الأخيرة، تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، وحتى تهجير الفلسطينيين في من غزة بالمناسبة. لذلك لاحظوا أنه أول ما بدأت المعركة أول مشروع طرح على الطاولة مشروع التهجير. لماذا؟ لأن هذا المشروع كان مطروحا. يعني نحن كنا أمام مؤامرة حقيقية مكتملة الأركان، دولية إقليمية من بعض دول التطبيع وإسرائيلية، للإجهاز على القضية الفلسطينية. فجاء طوفان الأقصى ليحمل هذه الرسالة السياسية أولا، أنه لا يستطيع أحد، بالعكس أنا أقول اليوم المقاومة هي في موقع المبادرة، المقاومة هي في موقع طرح رؤيتها السياسية، لكن الآن تحت وطأة المعركة والحرب والتدمير لا أحد يستمع إلى الرسائل هذه. لكن أظن أن المقاومة واعية إلى أنه ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعد طوفان الأقصى. لكن اسمح لي في هذه النقطة أن أقول أنه تحقيق الشروط السياسية والمكاسب السياسية للفلسطينيين، للمقاومة الفلسطينية، بحاجة إلى موقف عربي وإسلامي قوي يحتضن هذه المطالب ويتبنى هذه المطالب. دائما كانت مشكلة الفلسطينيين في كل الحروب السابقة أنهم يحققون إنجازات عسكرية مذهلة، لكن حينما نأتي إلى الإنجازات السياسية نجد أن بعض الدول العربية هي التي تسهم بتبخيس حقوق الفلسطينيين. ألا تعتقد أنه من السابق لأوانه أن نطالب الحكام العرب أو الأنظمة الرسمية العربية لتأخذ بحقوق الفلسطينيين؟ يعني 100 عام، 200 عام، 300 عام، ثم بعد ذلك نطلب منهم أفضل. لأن الأمر، القضية الفلسطينية بحسب ما يرى الكثير من المحللين أنها لا تحل في الإطار العربي وإنما تحل في الإطار الإسلامي فقط، وهذه وجهة نظرهم، أنا فقط يعني أنقلها. اسمح لي أستاذ هشام، سأعود إليك مرة أخرى. سيادة العقيد أحمد حمادة، على ما يبدو أن غزة تمثل منطق القوة الذي يفهمه الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني منذ سنة 91، ربما لا نقول منذ 87 و900 وألف وثورة الحجارة، نقول منذ 91 هناك كذبة عممت على العالم، على الكرة الأرضية أجمع، بأن السلام هو المفتاح الوحيد والتعايش السلمي هو المفتاح الوحيد. وها نحن نرى عقودا من الزمن تصادر حقوق الفلسطينيين سياسيا كما تفضل السيد هشام يعقوب، وعندما يطالب الفلسطينيون بحقوقهم بالقوة هنا يبادون من على وجه الأرض تحت اتهامات بالإرهاب، تقتل أطفالهم، تقتل نسائهم، يقتل شيوخهم، يبادون أمام العالم ولا يهم إسرائيل أي شيء ولا يهمها حكم أي مخلوق. يا ترى هنا من الناحية العسكرية كيف تقيم المعركة سيد أحمد حمادة، وخصوصا مع تعمق أو ازدياد تعمق القوات الصهيونية داخل قطاع غزة؟ العرب يعني استخدموا التنازلات بشكل مثير جدا من قرار 191 وحتى الآن، قبلوا بكل القرارات، قبلوا بال 242، قبلوا 338، قبلوا ب يعني عندما حاربوا في 67 وخسروا الضفة وقطاع غزة وسيناء والضف والجولان ووادي الأردن، قبلوا بعدها بمبادرات فقط البقاء على إسرائيل ووجود إسرائيل، وكانوا من قبل يقولون فلسطين من البر من النهر إلى البحر. ولكن في 91 وبعد مؤتمر مدريد قبل الفلسطينيون ومعهم العرب بالفتات،
حتى الفتات إسرائيل لم تعطيه لأحد نهائيا، لأن إسرائيل دولة قامت على القوة العسكرية. يعني هل ننتظر من الهاغانا وشترن والأرجون ومن شامير وجابونستي المتطرف وغيره من هؤلاء غلاة الصهاينة، هل ننتظر منهم أن يعطونا الدولة الفلسطينية ويعيدون لنا المسجد الأقصى ويعيدون الحقوق واللاجئين من كل مكان وتفضلوا هذه هي فلسطين وهذه هي القدس لكم؟ هذا الأمر منطق القوة هو الأساس، ولا يمكن أن تكون هناك مفاوضات إلا إذا كانت القوة متوازنة وأن يكون هناك أسلوب ردعي للعدو. أما أن تبقى غزة بشكل منفرد فانسداد كل الأفق السياسية وانسداد أي مطالبة بفك الحصار عن غزة، ما لم يبقى إلا هذا العمل، العمل الذي قام به أبطال غزة في 7 أكتوبر. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي الذي يمتلك كل وسائل القوة والمدعوم من أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليونان وباقي الدول يعني، وكل من لم يقدم العون للفلسطينيين هو مدعوم يعني يدعم الكيان الصهيوني. إسرائيل تمتلك بحدود 2500 دبابة من أحدث الدبابات من طرازات ميركافا 1، 2، 3، 4 إلى 5، كذلك النمر، وهناك 600 طائرة من F-35، F-15، F-16، وكذلك الحوامات والصواريخ التي زودتها بها مؤخرا الولايات المتحدة. ولم تخفي الولايات المتحدة بأنها قدمت أسلحة دقيقة ب 320 مليون دولار، وكذلك ألمانيا قدمت 310 أسلحة لإسرائيل، وأمريكا جلبت المغواصة أوهايو وحاملة الطائرات فورد وإيزنهاور والمدمرة كارني إلى المنطقة. يعني كل هذا فقط من أجل ثلة من الشبان الذين استطاعوا كسر يعني الجيش الذي لا يقهر وتجاوزوا الخطوط الحمر للدولة الصهيونية واستطاعوا أن يضربوا الأمن القومي لإسرائيل وللناتو الذي يعني فشل مخابراته بشكل كامل، ومخابرات إسرائيل في يعني في التنبؤ بهذا العمل أو استطلاع هذا العمل. لذلك كانت ردة الفعل قوية وانتقامية بشكل كبير من قبل إسرائيل، وبدأت يعني الأهداف من القضاء على حماس والقضاء على المقاومة ومسح الجميع وتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو إلى مكان آخر، وبدأوا يتكلمون عن من سيحكم غزة بعد هذه العملية. لذلك القوات نعم سيد أحمد يعني إسرائيلية خصصت بحدود 9 فرق عسكرية، حتى جلبت الفرق من القطاع الشمالي الفرقة 36 المدرعة وزجتها على جبهة قطاع غزة، وسخرت بحدود 120 ألف مقاتل احتياط وعامل ونخبة من لواء جفعاتي ولواء جولاني وبعض قوات النخبة في هذه المنطقة، وانطلقت العملية العسكرية البرية من محاور ثلاثة رئيسية: محور بيت لاهيا جباليا من الشمال الشرقي، ومحور من زيكيم باتجاه الشاطئ شارع الرشيد، محور آخر شمال غرب، والمحور الآخر من الشرق من منطقة ما بين الزيتون وجحر الديك، وكانوا يعني يهدفون التمدد في هذه المنطقة، واستطاعوا بعملية فك كماشة تقريبا من الشمال من المحور الشمال الغربي ومن محور الشيخ عجلين للوصول إلى الميناء والوصول إلى الرمال وإلى شاطئ غزة، من أجل حصار وخنق مدينة غزة بشكل كبير وتقسيمها إلى أقسومات أو إلى قطاعات والتدخل. يعني اليوم رأينا الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة غزة دبابات، إلا أن الخسائر الفادحة التي يعني تقوم بها المقاومة بعمليات فدائية وبطولية، وخاصة بالياسين 105 والعبوة العمل الفدائي والقناصات وبعض الأسلحة المتوفرة والألغام، وحتى بالولاعات بالقداحات سيد أحمد حمادة هي نفسها
يعني اسمها عبوة العمل الفدائي أو العمل يعني العمل الفدائي. إذن هذا الجيش سيد أحمد، هذا الجيش الذي وسائل الإعلام تطبل عالميا بأنه الجيش الذي لا يقهر، لديه الترسانة العسكرية الهائلة والمسلح بأسلحة تعد عصارة وخبرات الشعوب على مدى سنين، وهذه الحداثة التي لا يمتلكها سوى هذا الجيش الإسرائيلي، نرى ويرى العالم ورأى العالم بأم عينيه أنه قد مسحت كرامته بالأرض مسحا على يد المقاومة الفلسطينية. أستاذ طارق شندب، يبقى المقاتل هو الأساس، المقاتل المتمتع بقوة معنوية عالية هو الذي يصنع هذه المعركة، وهو الذي يدمر الدبابات. من يستطيع يعني مسافة صفر هو اختصار أوجدته المقاومة الفلسطينية، من يستطيع أن يضع القذيفة على الدبابة، من يستطيع أن يتسلق على قلعة حديدية كالميرغافا والكاسحة ويضع القنبلة أو من مسافة 50 متر. نعم، وواضح أنه أصحاب الحق يقاتلون حتى بولاعة، ولكن أصحاب الباطل تراهم يستخدمون الحفاضات في القتال، هذا ما شاهده العالم كله بأسره. أستاذ طارق شندب، الحرب وحصار المستشفيات هنا أمام أنظار العالم، مع يعني ضرب القانون الدولي عرض الحائط كما ذكرنا، مع تفرج العالم كله على ما يجري، ولا من محاسب ولا من رقيب، هل تعتقد أنه ممكن محاكمة الاحتلال جنائيا؟ ومن الجهة التي يمكن أن تحاكم الاحتلال إذا كانت الولايات المتحدة هي من تدعم الاحتلال الصهيوني؟ يعني دعنا نعود إلى الماضي القريب، يعني عندما غزت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بدون العودة إلى مجلس الأمن وبدون أي قرار دولي غزوا العراق وقتلوا شعب العراق وفعلوا ما فعلوا، هل تمت محاسبة أي من هؤلاء المجرمين؟ أبدا. دعنا نعود إلى حالة أفغانستان، هل تمت محاسبة المجرمين الذين اعتدوا على الشعب الأفغاني؟ دعنا نعود إلى سوريا، الجريمة المستمرة التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الشيعية وإيران والحرس الثوري الإيراني وروسيا يوميا بحق الشعب السوري حتى اللحظة منذ 13 سنة، هل تمت محاسبة أي أحد؟ فقط نسمع بيانات إعلامية ونسمع يعني خطابات ونسمع قرارات لا قيمة لها سوى أنها مكتوبة على الورق. لماذا؟ لأن القرار الدولي المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهذه الدول الكبرى المسماة الدول الخمس تملك حق الفيتو وغيرها من الدول الأخرى لا تريد أن تحاسب هذا النظام. الكل يعرف موقف أوباما من إسقاط نظام بشار الأسد، الكل رأى ملجأ العامرية كيف قصف في العراق ومات فيه المئات واستشهدوا، هل تمت محاسبة أي أحد؟ نفس الأمر الآن في فلسطين المحتلة. أما لو عدنا ونظرنا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك حيث اختلفوا على المصالح واختلف الروس مع الأمريكان، تحركت الجنايات الدولية مباشرة، أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، دعم مطلق للأوكران، مساعدات، تقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي، الجنايات الدولية تحركت، مجلس الأمن اجتمع، الجمعية العامة المتحدة، كل يعني الأطراف تحركوا. أما عندما جاء الأمر يتعلق بالفلسطينيين وبشعب يدافع عن أرضه، نرى الكل لم يقف موقف محايد على الأقل، وإنما وقفوا مع المتسلط، وقفوا مع المغتصب، وقفوا مع المعتدي. إذن لا يمكن التعويل على منظومة الأمم المتحدة الموجودة حاليا بحالتها الراهنة، لا يمكن التعويل على محكمة الجنايات الدولية الموجودة حاليا ما دام أن الذي يحرك الحق العام في الجنايات الدولية هو مجلس الأمن، وهناك حوالي 4 أعضاء من مجلس الأمن هم داعمين للكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الروس، الفرنسيين، البريطانيين، وهي دول تملك حق الفيتو وهي دول أعضاء دائما في مجلس الأمن. مدعى عام الجنائية الدولية جاء ووقف على الحدود بين رفح وبين قطاع غزة وأدلى بتصريح وغادر، ساوى بين الجلاد والضحية.
هي مجرد ترهات يتكلمون عن بدء تحقيق وكأن الأمر بدأ حديثا. نحن نتكلم عن احتلال لأراضي من زعامة 1948 و67 وحصار منذ 15 سنة. هناك قرارات أممية ملزمة صدرت عن مجلس الأمن بالرغم من كل عوراته في دين إسرائيل، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مجلس حقوق الإنسان، ولكن لا أحد ينفذ. والجنائية الدولية هي مجرد يعني خيال وشبح غير موجود إلا عندما تريد الدول الخمس استعماله ضد أحد ما، فهم استعملونه الآن ضد عمر البشير مثلا أو ضد معمر القذافي أو غيرهم لحسابات خاصة. أما عندما يتعلق الأمر بمن يهمهم من الإسرائيليين والقادة الإسرائيليين الذين يجاهرون ويفتخرون بارتكاب إبادات وبالتحريض على القتل والقتل، فهذا أمر يعني فيه نظر. للأسف هذه منظومة المحكمة الدولية، هي منظومة ساقطة بالأساس من الناحية الشكلية والموضوعية، إن بتحريك الدعوة أو بالقبول باختصاص المحكمة الذي يجب أن يكون ليس رضائيا وإنما إجباريا، ولا يجب أن يكون من يحرك الحق العام أو الادعاء هو مجلس الأمن، لأن هناك أعضاء مجلس الأمن هم متورطون بارتكاب الجرائم سواء في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في أفغانستان أو في أماكن أخرى من العالم. نعم، ابقى معي أستاذ طارق شندب، سأعود إليك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، نقف قليلا قبل مواصلة مناقشة محاور تغطيتنا لنتابع معا تقرير الإنفوغرافيك التالي الذي يتضمن أبرز تصريحات زعماء الغرب الذين ما زالوا يعلنون دعمهم للاحتلال الإسرائيلي رغم كل وكم الجرائم التي ترتكب. نتابع. Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ah, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir. First Salah from all of your إذن نتابع معا مشاهدينا الكرام ومتواصلون معا في هذه التغطية عن المجازر والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وتابعنا هذا التقرير قبل قليل. أنتقل للأستاذ هشام يعقوب. أستاذ هشام، ما يجري من جرائم يرتكبها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة وأهالي قطاع غزة باستمرار هو متابع من قبل العالم كله، وهناك بعض المراقبين من يركز على موضوع مهم ونقطة مهمة هو نقطة الرهائن، حتى أن هناك مسؤولين إسرائيليين يتحدثون عن موضوع الأسرى والرهائن. يا ترى، وخاصة هناك تصريح لقائد وحدة المفاوضات عوفر شاحر يقول إن المفاوضات الدائرة حول التهدئة والأسرى لم يعرف لها مثيلا أو مثيل. ماذا عن مبدأ أستاذ هشام، ماذا عن مبدأ الكل بالكل المطروح اليوم على الساحة؟ ما مدى إمكانية تطبيقه على الأرض؟ ما مدى أهمية ملف الرهائن في تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية؟ نعم، أولا يجب أن نضع المعركة كلها اليوم في سياقها الصحيح. السياق الصحيح أنها معركة ضد مستعمر، معركة ضد استعمار غربي أجنبي ما زال يستعمر بلداننا العربية والإسلامية، ورأس حربة هذا الاستعمار الغربي هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين. ولذلك نلاحظ أنه
يعني أول من شمر عن ساعديه بل يشارك اليوم في إدارة المعركة ويرسل حاملات الطائرات الولايات المتحدة الأمريكية وهي راعية هذا الكيان الغاصب. كذلك الأمر فرنسا، ألمانيا، بريطانيا. اليوم الدول الاستعمارية الكبرى شعرت أن مصالحها مهددة لأن هذا الكيان الغاصب الذي أنشئ من أجل تحقيق مصالحها الاستعمارية في منطقتنا وتأديب شعوب هذه المنطقة، هذا الكيان اليوم تعرض لهزة قوية من المقاومة الفلسطينية. يعني هذا يعني أن كل الأمة اليوم معنية أن تدرك أن المعركة ليست ضد الشعب الفلسطيني وحده ولا ضد المقاومة الفلسطينية وحدها، إنما هي ضد كل تطلعات الأمة العربية والإسلامية التي تريد أن تنعتق من المستعمر، هذا المستعمر الذي يدعم هذه الأنظمة الغاشمة القمعية في بلداننا. أما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية اليوم، جو بايدن سئل أمس إنه ماذا عن وقف إطلاق النار، قال ليس هناك احتمال لوقف إطلاق النار ولكنني متفائل بإطلاق سراح الرهائن. يعني شوفوا كيف، انظروا كيف كان هذه الإجابة. هم لا يريدون من المقاومة الفلسطينية إلا ما يحقق مصالحهم. ما يحقق مصلحة الأمريكان اليوم هو إخراج بعض الرهائن أو كل الرهائن، خاصة من يحملون الجنسية الأمريكية، لأنه هذا يفيده في الحملة الانتخابية اليوم. فلنتذكر أن هناك انتخابات أمريكية بعد حوالي عام، ويريد أن يحقق بايدن هذا الإنجاز، ولا يريد للكيان الغاصب أن يجره إلى مزيد من مستنقع الخسائر. هم يريدون أن يحققوا بعض الإنجازات، يريدون من هذه المعركة ما يوفر لهم هذه المصلحة من خلال إطلاق سراح الرهائن على سبيل المثال، من خلال ضمان انتصار الاحتلال الإسرائيلي، من خلال عدم تضرر مسار التطبيع الذي خططه الولايات المتحدة الأمريكية وبرعايتها، لأنه هذا يحقق لها مصلحة كبيرة في المنطقة. هذا الذي يريدونه فقط، هم لا يريدون وقف شلال المجازر والمذابح ضد الشعب الفلسطيني، لا يريدون حقوق الشعب الفلسطيني، لا يريدون أن يبحثوا الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع هذه الموجة من الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، لا يريدون أن ينظروا إلى حصار 17 عاما في قطاع غزة وتفكيك الضفة الغربية ويعني قتل طموحات الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 عام، والشعب الفلسطيني يناضل ويكافح ويجاهد. لا يريدون أن ينظروا إلى كل ذلك، وكلما حاولنا أن نقدم لهم هذه الصورة يحتالون عليها. وصل بهم الأمر إلى تسويق وترويج صور لأطفال فلسطينيين شهداء قتلوا ظلما وعدوانا على أنهم أطفال إسرائيليون. يعني تخيلوا أنه روجوا في العالم أنه هؤلاء الأطفال الشهداء هم من الإسرائيليين، وهكذا زوروا الحقائق، زوروا الصور، زوروا صور الدمار والمشاهد القتل والتدمير، وقالوا أنه هذه موجودة في المناطق الفلسطينية المحتلة، يعني المناطق الإسرائيلية. يكذبون منذ أكثر من 100 عام. ولذلك أقول أنه اليوم يجب أن نشعر جميعا، كل أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، أنه هذه معركتنا اليوم لتغيير هذا النظام العالمي المستبد. وأنا أريد أن ألفت الانتباه هنا لو سمحت لي بدأ بثوان قليلة إلى ما قاله هنري كيسنجر في بعد أسبوع من انطلاق معركة طوفان الأقصى، حينما سئل قال يجب أن ننظر إلى ما يجري اليوم في فلسطين، طوفان الأقصى هذا، وما يجري اليوم في المعركة بين روسيا وأوكرانيا ومن يقف خلف أوكرانيا أيضا من الدول الغربية وأمريكا، على أن هذين الحدثين يشكلان تهديدا حقيقيا للنظام العالمي. هكذا ينظر هؤلاء إلى الحدث، أنه حدث كبير، حدث عالمي هز أركان هذا النظام العالمي المستبد الذي يريد أن يكرس المزيد من يعني أوتاد وأركان وبراثن هذا النظام العنصري المستبد الظالم الصهيوني الغربي في أحشاء هذه الأمة. يفكرون في هذه الأيام بإعادة إنتاج نظام جديد من الاستعمار يقوم على هذا الدمج بين الأنظمة العربية التي قبلت بالتطبيع والكيان الإسرائيلي. بعد مرور أكثر من 100 عام أصبح هذا الكيان اليوم الإسرائيلي غير مقبول في هذه الأمة، لذلك ذهبوا إلى إنتاج نسخة جديدة من الاستعمار عبر هذا التحالف أو الدمج أو الصهر لهذا الكيان مع بعض الدول العربية مع الأسف والإسلامية التي ذهبت إلى
انصهار على مستوى الرياضة والبيئة والفن والتعليم والأمن والاقتصاد والاستخبارات والتكنولوجيا. يعني تجربة كامب ديفيد في نهايات السبعينيات مع مصر، تجربة وادي عربة مع الأردن، هذه التجارب لم تنجح بالنسبة إليهم لأنه بقيت في الإطار الدبلوماسي الرسمي. الآن يفكرون بصهر هذا الكيان الغاصب انصهارا كاملا بشعوب أمتنا وتهديد هوية هذه الأمة. إذن هذه معركة مصيرية لكل الأمة وليست للشعب الفلسطيني، بل لكل أحرار العالم الذين استفاق ضميرهم اليوم ووقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونراهم بالملايين يخرجون في الشوارع ليقولوا من غير الممكن أن يبقى الشعب الفلسطيني مظلوما إلى هذا الحد، أن تستمر هذه الجرائم أكثر من 100 عام. لا يوجد احتلال في العالم اليوم مثل الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد استعمار مثل الاستعمار هذا الإسرائيلي، استعمار إحلالي انعزالي عنصري مجرم. هذا اليوم ما تقوله شعوب العالم وما يقوله الأحرار من شعوب أمتنا. نعم أستاذ هشام. أستاذ أحمد حمادة، يعني لم يتمكن الاحتلال على ما يبدو من تحقيق هدفه رغم إنزاله أكثر من 35,000 من طنا من المتفجرات على قطاع غزة في إطار من حرب غير متكافئة، وأنتم أصحاب الاختصاص. ولكن البعض من المحللين الاستراتيجيين العسكريين وحتى من شهود العيان في داخل العراق يتحدثون عن أن الحرب على العراق أيضا كانت غير متكافئة، مقاومة تحارب جيشا يسمي نفسه الأقوى والقطب الأوحد في العالم، ومع ذلك سحق واضطر لأن ينسحب من العراق عام 2008 على وقع المقاومة. ما يجري في غزة إلى أي مدى هو يشبه إلى حد كبير أو إلى حد ما جرى في العراق من حيث المعركة؟ يعني عندما تقاتل جيوش نظامية تواجه حرب عصابات أو حرب مدن، فالمدينة وحرب المدن هو من أصعب أنواع الأعمال القتالية، لا يمكن، لا يخضع لأي قوانين إلا قوانين القوة والإرادة والصمود والمبادئة والمفاجأة. وهذه الأعمال التي تقوم بها اليوم المقاومة الفلسطينية من كمائن وإغارات ولصق عبوات ومن المسافة صفر واستخدام كل أنواع الأسلحة، هذه الأسلحة التي يمسك بها مقاوم يعني يذهب إلى الشهادة، يذهب إلى الموت، فكيف سيتم إخافته من قبل المركافة أو من الطيارة أو غير ذلك؟ لذلك نرى بأن الخسائر الإسرائيلية فادحة في هذا الوقت، بينما الجيش الإسرائيلي الذي أتى وهو متحصن بالإمكانيات العسكرية، متحصن بعربة النمر التي هي شاسيت المركافة وكذلك دبابة المركافة التي يعتبرها الإسرائيليون أقوى دبابة في العالم، كل هذه الدبابات صهرتها قذائف الياسين وصهرتها القذائف التي يمتلكها المقاومون الذين استخدموا مصطلحات كالمسافة صفر واللدغة التي يخرج منها المقاوم من أحد الفتحات أو من خلف الأبنية المهدمة، يضرب هذه القذيفة من مسافة 50 إلى 100 متر، يدبر الدبابة ويختفي مباشرة، كيف ستلاحقه الأباتشي أو الطائرة أو الدبابة إلى ذلك. لهذه الأسلحة التي يمتلكها الفدائيون والتي مدربون بشكل جيد وهم يدافعون عن أرضهم. أما مثلا إذا أخذنا الفلوجة وغزة اليوم، الفلوجة كلفت الجيش الأمريكي 3000 مقاتل، بينما الفلوجة لم تكن محضرة لقتال المدن، لم تكن مجهزة بالخنادق ولا بالأنفاق ولا بالأسلحة المتواجدة اليوم مع شعب فلسطيني في معركة منذ 100 عام، يعني مجهز لأي وقت أن تكون المعركة. كل هذا خسرت أمريكا 3000 مقاتل في الفلوجة، بينما كذلك مدينة الفلوجة هي مدينة مسطحة كغزة، ولكن لا يوجد سيادة العقيد كما تعلمون. نعم. استخدمت الأسلحة المحرمة والفوسفور الأبيض وتم إذابة ما على سطح الأرض بالكامل. هل تعتقد أن الكيان الصهيوني ممكن أن يستخدم
الغازات، غازات الأعصاب، الغازات التي ممكن أن تخترق جوف الأرض يعني، أو الأسلحة المحرمة رغم استخدامها الآن أسلحة محرمة؟ أنا أتوقع بأن العدو الإسرائيلي لن يدخل إلى الأنفاق بقوات برية أو بعناصر مشاة. هو يحاول أن يطبق الحصار بشكل كبير، ربما يستخدم كل أنواع الأسلحة من القنابل الارتجاجية والقنابل المخصصة لضرب الأعماق بحدود 50 إلى 60 متر التي زودته بها الولايات المتحدة، وهناك الطائرات الام كيو التي الامريكيه التي اتت لتصور وتعرف فتحات والانفاق، وكذلك الاقمار الصناعيه التي تعمل بتقنيه عاليه من اجل رسم خرائط للانفاق المتواجده، ربما يوجه اولا هذا الاسلحه الصواريخ التي تضرب عمق الارض. واحد، كذلك هم منعوا الوقود بشكل او باخر، لان الوقود هذه الانفاق التي في باطن الأرض، إلى متى سيبقى المقاتل في هذه الأنفاق مع قلة الوقود التي ربما تنعدم التهوية عندما لا تعمل المكنات التي تصفي الهواء وترسله إلى هذه الأنفاق؟ هي واحد. ولكن لا نستغرب عندما قال جالانت وزير حرب الكيان الصهيوني بأن هؤلاء حيوانات بشرية، وهو استخدم كل أنواع السلاح. يعني عندما يتم قصف المشفى، مشفى المعمدان أو مخيم جباليا أو الصيرات أو المغازي بكل أنواع الأسلحة، يعني هل يتورع بأن يضرب الأنفاق بغازات سامة أو بغازات أعصاب أو بالكلور كما فعل يعني حليفهم بشار الأسد الذي يذهب اليوم إلى القمة في السعودية من أجل دعم حرية غزة؟ يا للعجائب في هذا العالم العربي. إنه عالم منافق بكل معنى الكلمة، ولا تسألني لماذا. اسمح لي أستاذ أن يعني أختم فقط مع الأستاذ طارق شندب. تحدثنا أستاذ طارق عن أن العالم كله يرى بأم عينيه ما يجري، القانون الدولي معطل أمام الماكينة الحربية الإسرائيلية الذي تستبيح دماء المدنيين بكل بساطة. يا ترى الآن يعني على مستوى المحامين العرب، على مستوى المحامين المسلمين، هل هناك يعني مشروع اتفاق تنظيم شيء فيما يخص توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني، ومن ثم ممكن يعني التعويل على طرح هذه الجرائم؟ اولا يعني هناك جهود جباره تبذل في سبيل توثيق جرائم الاحتلال يقوم بها الصحفيين والحقوقيين والمحامين داخل الاراضي المحتله، ولا بد هنا من الاشاره الى الدور الكبير والمهم لوسائل الاعلام والمصوره التي تنقل الحدث مباشره كقناتكم الكريمه وغيرها، التي توثق جرائم الاحتلال بصورة واضحة لا لبس فيها. على المستوى التنفيذي يعني أقول أن هناك للأسف تخاذل حتى عربي من اتحاد المحامين العرب أو غيرهم باتخاذ موقف قوي ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، لأن السياسة تلعب دور مهم للأسف في هذا المجال. ولكن لنكن واضحين وصريحين، هناك الاتحاد الدولي للحقوقيين مقره في اسطنبول، هناك كثير من المحامين والحقوقيين الأجانب والأتراك وغير العرب الذين يلعبون دور مهم جدا في توثيق تلك الجرائم وفي سبيل تقديمها إلى المحاكم الدولية المختصة، منها الجنائية الدولية بلغم كل مساوئها أو إلى محاكم أخرى وحتى تبقى للتاريخ. من هذه الناحية هناك كثير من الأخوة يعملون على ذلك، من غير المسلمين، من الأحرار في العالم، من كثير من الحقوقيين والمحامين، ولكن بالتالي يجب على المنظومة الدولية أن تفعل شيء. عندما أقول المنظومة الدولية أقصد بذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها التابعة لها والجنايات الدولية بالرغم من كل علاتها،
ولذلك انا من يعني اود لو ان جماعه الدول العربيه تفعل اتفاقيه المحكمه الجنائيه العربيه، او ان منظمه التعاون الاسلامي لو تنشئ محكمه جنايات لمحاكمه المجرمين الذين يرتكبون جرائم على العالم الاسلامي. ما الذي يمنع من ذلك دول العالم الاسلامي ان تنشئ تلك المحكمه وهم يعني يملكون قوه اقتصاديه وماليه وعسكريه وحتى لتنفيذ تلك قرارات المحكمه ان وجدت. ولكن ليبدو ان هناك ليس هناك من نيه لدى الامم المتحده ولا منظومه الدول العالميه لمحاكمه اسرائيل على جرائمها. شكرا جزيلا من بيروت عبر سكايب الأستاذ طارق شندب المحامي في القانون الدولي والإنساني، شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية. وشكرا لكم من اسطنبول الخبير والباحث العسكري سيادة العقيد أحمد حمادة، شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية. ونشكرك أيضا أستاذ هشام يعقوب رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية، شكرا لوجودك معنا. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.